أن التفت لها. شوف الإنسان قد يتصور أن يعني مستقل بتصرفه، يدبر تدبير، يتصور أن هالتدبير هذا راح يعني يلبي مطالبه، هذا التدبير راح يحل مشكلته، قد يدبر تدبير بناء نجاته بهالتدبير. لكن الأقدار تريد بالعكس، يصبح موته بتدبيره، حتفه في تدبيره. شوف هالمعنى هذا اللي ذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى كلماته القصار، يقول: تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف بالتدبير. الإنسان يريد شيء ويصور أن نجاته بهالشيء، والله يريد غير هذا. عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد. فعلا، لأن أنت محدود في كل شيء، الباري عز وجل المطلق غير المحدود يعرف كل شيء، فمصلحتك أن تسلم أمرك إليه. أحيانا الإنسان يدبر لتدبير يتصور أن نجاته بهالتدبير، لكن يكون حتفه في تدبيره تماما. كأنه فرعون كانوا المنجمين قايلين له أنك أنت يطلع غلام من بني إسرائيل موتك راح يصير على إيده، انتهاء ملكك راح يكون على إيده، راح يتولى كل شيء هو. فكان مرعوب هو أنه أي غلام يطلع من بني إسرائيل لازم يموت. راقب الحوامل، وضع على البيوت مراقبة دقيقة، كل مرأة حاملة من بني إسرائيل تراقب، إذا ولدت أنثى أبقاها، وإذا ولدت ذكر انقتل. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نبه لي. فكان يراقب. هذه لما حملت أم موسى بموسى عليه السلام، الله عز وجل أخفى حملها، يعني ما خلى تظهر آثار الحمل، البطن ما انتفخت، طبيعية كانت. زين، بعد ذلك لما وضعت صنعت له تابوت وغلفته ووضعته، وكلفت هذا النجار مؤمن آل فرعون، صنع الصندوق الصغير وأخذ الطفلة حطته بالصندوق وأغلقت عليه وقالت: لا أودعتك الله، ذبت بالبحر. فرعون يتنزه على النيل، عصريات يقعد يتنزه عند بيت مطل على النيل قاعد بيه، وأقبل الموج يحمل هذا الصندوق، تتقاذفه الأمواج. قالهم للفراشين: انزلوا جيبوه. نزلوا لقوا بي طفل وضع إصبعه في فمه يمتص منه، قال: علي به. جابوا، قال: هذا أنا لازم ألحقه بمن أمرت بقتله، هذا من بني إسرائيل وأمه خايفة ولازم أنا أقتله مثل ما قتلت، لأنه قد يكون هلاكي على يده. زوجة آسية بنت مزاحم رضوان الله عليها كانت مؤمنة، قالت: لا لا، هذا قرة عين لي ولك. قالها: لا، قرة عين لك مولي. يقول الإمام: لو قال قرة عين لي لهداه الله به، لكنه لا، أصر قالها قرة عين لك مولي. قالت له: على كل حال احنا ما عندنا ولد، احنا نشتكي العقم وهذا نتشلى به وهذا تحت جناحنا، وين يروح؟ مو طالع عن بيتنا حتى تخاف منه، احنا الربي، احنا النشأة، تحت ظلنا، هذا تحت بطنا، ما مو طالع من عندنا ابدا، ليش خايف من عندك؟ فألحت عليه بإبقائه، قال له: جل، تركه، ترعرع ونشأ، وكان سبحان الله سبب هلاك على يد موسى عليه السلام. تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف في التدبير.